ايه بتفكر في ايه؟ مش محتاج لمكان عالي؟ اي ايه رأيك في ده؟ انا قلبي كان حاسس، انت عارف ايه ده؟ ده البنك الكربستاني المركزي، عايزنا نقتحم البنك الكربستاني المركزي يا فرانك. يا كارلو احنا لا هنقتحمه ولا هنسرقه، كل الموضوع ان احنا هنطلع فوق سطحه. وهنطلع فوق سطحه ازاي؟ تعال معايا وانت تشوف. انا عارف ان نهايتي هتبقى على ايدك. يلا يلا كارلو، ما انا جاي اهو. انت بتعمل ايه؟ وتقول لي مش هنقتحمه؟ اسكت خالص يا فرانك. يلا كارلو. هو انا هطلع السلالم دي كلها؟ كارلو لو مش عاجبك هات الكاميرا وانا هصور. لا انا خلاص هطلع، بقى لك كاميرا. بقول لك ايه، انا ذنب هيبقى في رقبتك لو حصل لي حاجه. يلا كارلو يلا. ربنا يستر. استنى يا ابني، كارلو ما انا جاي اهو. ها ايه رايك؟ لذيذ قوي المكان ده، اهو كام لقطه من هنا اضمن لك جايزه البوليتزر. بساعدك اهو. لا لا انا هتصرف في بالي. اتفضل يا سيدي، كنت شايلها معايا الوقت عوزة، لكن بعد الشجاعة اللي انت اظهرتها والفروسية في طلوع السلم مش خسارة فيك حبيبي. يا فرانك عرفت ليه انا بمشي وراك لغاية اخر الدنيا؟ عشان دايما بيبقى معاك حاجات بتتاكل. تاخد حتة؟ رجالتك جاهزين يا ميجر؟ جاهزين يا فندم، ولو اني مش عارف كل ده ليه يعني. انت عليك تنفيذ الاوامر وبس. كفايه اللي حصل منك قبل كده، انا حسابي معاك بعدين. قدامك نص ساعه من دلوقتي، مش عايز اشوف جنس صحفي او مخلوق هنا، والمره دي مش عايز اي حجج. اظن كلامي مفهوم يا ميجر؟ مفهوم يا فندم. معكش بقى كوباية كابتشينو كده في جيبك عشان نعدل الدماغ بقى؟ كابتشينو. تعال هنا، انت رايح فين؟ انت مش شايف اللي بيحصل تحت؟ شايف، احنا مالنا؟ يعني ايه احنا مالنا؟ انت جننت؟ انت اللي اتجننت. انت ما شفتش العساكر وهم بيلموا في الصحفيين والمراسلين وبيحطوهم في العربيات ويعالم هيودوهم على فين؟ هو ده اللي انا عايز اعرفه وهعرفه. هيسكنوك وهيرموك في عربيه ومش هعرف اجيبك. انت ما شفتهمش بيعاملوا المراسلين ازاي؟ عايزهم يعاملوك زيهم؟ انا مش قادر افهمه، ليه بيبعدوا الصحفيين والمراسلين من حوالين الميدان؟ ليه؟ انا نفسي مش عارف. تفتكر ليه؟ اكيد بيخططوا لحاجه خطيره، مش عايزين لا الصحافه ولا الاعلام ولا جنس مخلوق ياخد بيها خبر. ده لو اكتشفوا ان احنا هنا تفتكر ممكن يعملوا فينا ايه؟ هيضربونا بالنار. فرانك انت مش خايف؟ بص من سكات كده تقريبا الشارع فاضي، ناخد بعضينا وننزل من غير ما حد يحس ونمشي على طول. انت بتقرب بتقول ايه؟ عايزنا نمشي من غير ما نعرف ايه اللي هيحصل؟ انا مش عايز اموت يا فرانك. ولا انا كارلو، ولا انا كارلو. لو قعدنا وقدرنا نصور مش بعيد جايزة بوليتزر هتبقى في ايدينا.
افرض ان هم اكتشفوا ان احنا هنا. مش هيكتشفوا ان شاء الله، مش هيكتشفوا. بص خد دي اخر حته شوكولاته معايا، كنت شايلها الوقت عوزها، مش خساره فيك. بس صور، ابوس ايدك صور يا كارلو صور. بص يا فرانك، انا هصور مش عشان الشوكولاته، لا لا، علشان انا عايز اصور. ها يا شوكولاته دي بالبندق. يا موت والله اكتر يا فرانك، هصوب. نأسف لانقطاع الارسال لاسباب فنيه، وسوف نواصل الارسال فور اصلاح العطل. ايه اللي حصل؟ هو ايه الحكايه؟ شوف لنا قناه ثانيه. الله، ايه اللي حصل للتلفزيون يا عزيز؟ التلفزيون سليم سعادتك، الارسال هو اللي اتقطع، والظاهر انه مش اتقطع على المحطه دي بس، عن كل المحطات. ايه يعني المحطات كلها خربت مره واحده؟ وقد سمعت اصوات شجار قبل انقطاع الارسال مباشره، ولا احد يعرف تماما ماذا حدث. واضح سعادتك ان في حاجه حصلت. رشدي، ايوه رشدي، اتصل لي بالحالة دلوقتي على التليفون. الو، اي عامر؟ ايه يا حوريه، الارسال اتقطع ليه؟ ارسال ايه؟ ارسال التلفزيون، كل المحطات كانت بتنقل وفجأة اتقطع. ايه اللي حصل عندكم؟ مفيش اي حاجة بتحصل، الوضع زي ما هو، والناس احساسها عالي جدا، ومحدش هيتحرك من هنا غير لما نحقق كل مطالبنا. حرية، انا قلقان. ما تقلقش يا عامر، ارجوك ما تقلقش. الكولن والرشدي مش موجود في مكتبه، محدش عارف هو فين، والمحمول بتاعه ما بردش. ايه؟ بيتهرب مني ولا ايه؟ وهيتهرب منك ليه معاليك؟ امال هيكون راح فين؟ الارض انشقت وبلعته. هو مش قال معاليك انه هيتصل بالميجور سليمان بتاع كتيبة الاشاوس، وهيكلفه بمهمة تفضل اعتصام؟ ما هو اللي قال. خلاص سعادتك، انا اطلب الميجور سليمان، وهو اكيد عارف كل حاجة. صح عزيز، صح، اتصل بسليمان وخليه يجيني فورا دلوقتي. هذا وقد انقطع الاتصال تماما مع مندوبنا في ميدان الثورة بمدينة أربية بدولة كربستان، كما يسود نوع من الطرف الحاذر في كل أنحاء. أهلا يا عزيز بيه، تحت أمر سعادته، هكون عند سعادته حالا يا فندم. مع السلامة عزيز بيه. امسك يا ابني، اي حد يتصل بيه غير مستر ادم سميث او المكتب ما تردش عليه، مفهوم؟ تمام يا فندم. ايه الاخبار يا كولونيل؟ كل المراسلين الصحفيين والصحفيين ومصورين التلفزيون مشوا من الميدان، ما فاضلش غير اللي سعادتك شايفهم دول واحنا. جود جود، دلوقتي عايزك تسحب كل قواتك وتفضيلي الميدان ده خالص. طيب اقدر اعرف ايه خطتك لفض الاعتصام؟ كولونيل، افضل ليك وليا انك ما تعرفش حاجة خالص، من فضلك سيبنا نشوف شغلنا. أمرك أمرك كوماندر. أمرك يا جنرال. إيه الأخبار يا ميجور؟ أخبار إيه معاليك؟ أخبار الاعتصام. الحقيقة يا جنرال أنا ما عنديش أي فكرة. يعني إيه ما عندكش أي فكرة؟ أنت امبارح الكولونيل الرشدي مش كان مكلفك بفض اعتصام الطلبة؟ مظبوط سعادتك. تقوم تروح تقعد في البيت؟ ده كان بناء على أمر مباشر من الكولونيل الرشدي شخصيا يا فندم. مش فاهم،
ازاي يطلب منك تفض الاعتصام ويطلب منك تروح تقعد في البيت؟ النهارده الصبح لما رحت له القياده علشان اعرض عليه خطه عمل فض الاعتصام، مستر ادم سميث مندوب الاي دبليو سي كان موجود هناك معاه في مكتبه. ها وبعدين؟ قبل ما اعرض عليه الخطه سعادتك قال لي خلاص هو هيتصرف وطلب مني ان امشي واروح على البيت. مين اللي طلب منك؟ الكولينر رشدي سعادتك، بناء على نصيحه من مستر ادم. مستر ادم؟ ايوه معاليك، ده بيتصرف كانه الحاكم الامر الناهي، والمطلوب ان احنا ننفذ امره بس بدون اي مناقشه. ده ايه اللي بيحصل ده؟ عزيز امر سعادتك. شوف لي كل الرشدي ده في انهي داهيه، دور عليه وهاته من تحت الارض. امر سعادتك. ولا اقول لك، اطلب لي مستر ادم في مكتبه. مستر ادم، القصر الجمهوري على التليفون. قول لهم مش موجود. ده المستر عزيز بيقول ان الجنرال طالب يكلم سعادتك شخصيا. انت ما سمعتنيش كويس؟ قلت لك انا مش موجود، حتى لو كان الجنرال هو اللي عايز يكلمني انا برضو مش موجود، وانت ما تعرفيش انا فين. اتفضل. دول بينسحب. الله أكبر! 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 يا حورية! عامر! الجيش بينسحب يا عامر! بينسحب من كل حتة في الميدان! بينسحب؟ بينسحب ليه؟ محدش عارف، محدش عارف، يمكن زاقوا. احنا انتصرنا يا عامر، انتصرنا. حورية، حورية، الناس سكتت ليه؟ في ايه؟ ردي عليا يا حورية، ايه اللي بيحصل عندك؟ في عربيات جايه علينا من كل حته، مش عارفه في ايه. حورية الحكايه دي ما تطمنش، خد يا ابو العيله وابعدي من الميدان حالا. ازاي؟ واسيب دكتور عصام؟ واسيب الناس؟ حوريه اسمعي الكلام اللي قلته لك. مش همشي يا عامر، اللي هيسرع الكل هيسرع علينا، اللي هيسرع الكل هيسرع عليا. كارلو، كارلو، بص. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ واضح ان الحكايه هتولع. الموبايل، الموبايل. ايه يا عامر، ايه اللي حصل؟ الخط قطع. خير باذن الله. ردت عليك يا عامر؟ خارج نطاق الخدمة. يمكن بطاريتها فضيت. يعني ما تفتحش غير دلوقتي؟ بقولك ايه، انا مش مطمن للي بيحصل ده. الشارع فاضي، ما تيجي ننزل بالراحة كده ونتسحب، ولا من شاف ولا من داري ونمشي. انت بتخرب بتقول ايه؟ الناس دي ناوية على حاجة خطيرة، مش عايزين حد يشوفوها. احنا الوحيدين اللي هنبقى شهود على اللي هيحصل ده، وتقول لي نمشي؟ صور يا كارلو، صور. ما انا بصراحه متوتر ومش عارف اصور. لو ما صورتش هنحرميك من هنا. صور. حاضر هصور، انا عارف نهايتي هتبقى على ايدك. كويس كلامي، ما بقولوش غير مرة واحدة بس. قدامكم ربع ساعة عشان تخلوا الميدان، يعني كمان 15 دقيقة بالظبط. عايز الميدان ده يبقى فاضي، ما فيهوش مخلوق بيتنفس.
اسمى السف يوم الأرض ولا تتمس في يوم الأرض فرد الموت الموت لنا فرد لو هنقص عنطر أدعين دين في رقبنا اليوم الدين العين بالعين حنوم في الوعد العين أنا رايح أرضية. أنت مش هتتحرك من هنا. يعني أفضل قاعد هنا ومش عارف اللي بيحصل هناك؟ يا عامر، يا سيد عامر، أنت دلوقتي بقيت قائد الثورة، وأكبر غلطة ممكن تعملها إنك تعرض نفسك للخطر. جلال عنده حق يا عامر، الوضع هناك شكله هيقلب بقلبه وحشة قوي. يعني نفضل قاعدين هنا في أمان والناس كلها هناك في الخطر؟ أي حد مننا يطمن عليهم إلا أنت يا عامر، إلا أنت. أنا هاخد شنطوري ونطلع على أرضية دلوقتي نشوف إيه اللي بيحصل هناك. اتكل على الله يا جلال وربنا معاك. جلال خد بالك من نفسك يعرفوك، واول ما توصل خليهم يطمنون عليهم. اطمن يا سيد عامر، اطمن. خير خير، ما تقلقش. اسف معليك، مش عارف اتصل بالمستر ادم والكولونيل رشدي، ما حدش عارف هو فين، وتليفونه برضه ما بيردش. اكيد بيدبروا حاجه مع بعض. مجر سليمان. أيوة فندم. شوف لي رشدي ده فين، ما ترجعش من غيره، إن شاء الله تجيبه من تحت تقطيع الأرض. تحت أمرك يا جنرال. الميجور سليمان كان عند الجنرال وخرج دلوقتي يدور على الكولونيل رشدي. والجنرال اخبره ايه؟ في مكتبه بس متوتر جدا. انا مش عارفه ايه اللي بيحصل يا ادم. ادم هو ايه اللي بيحصل؟ ركزي انت على الجنرال يا استر، مالكيش دعوه باي حاجه تانية، واي جديد بلغيني بيه على طول. مع السلامه. مستر ادم يا فندم. هايو مستر ادم. ها يا رشدي، طمني ايه الاخبار عندك؟ انا خليت الميدان من الصحفيين ونظفته خالص، وسحبت رجالتي كمان بره الميدان، ومن ساعتها كوماندر هانز هو اللي مسك الموضوع. بيعمل ايه يعني؟ ما عنديش فكره، اللي انا اعرفه انه محاصر المعتصمين جوه الميدان بقاله مده ومفيش اي حاجه بتحصل. يعني ايه مفيش اي حاجه بتحصل؟ ابعت اي حد من عندك شوفه ده اخر بيعمل ايه. حاضر، انا هروح اشوف ايه اللي بيحصل بنفسي. مع السلامة. امسك يا ابني. الكولونيل رشدي في مكتبه. لا الحقيقة خرج سعادتك بعد المغرب بشوية ومرجعش تاني. خرج راح فين؟ الحقيقة معرفش سعادتك. يعني ايه ما تعرفش؟ انت مدير مكتبه والمفروض انك عارف مكانه في كل لحظة. ايوه فندم، بس هو اصله خرج سعادتك من غير ما يقول لحد هو رايح فين. طب لو رجع او اتصل قوله الميجور سليمان عايزك ضروري، خليه يتصل بيا فورا. كوماندر هانز، ايه الاخبار؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جيت اشوف اذا كنت محتاج حاجه مننا او انا مش عايز منك غير حاجه واحده بس. تحت امرك يا فندم. تركب عربيتك وترجع من مطرح ما جيت. ايوه يا فندم، بس انا كان قصدي ان انا كولونيل رشدي. كلامي واضح،
سيبنا نشوف شغلنا. قولنا رشدي، ايه اللي جابك يا سليمان؟ انا مش قلت لك تقعد في بيتك؟ ايه اللي بيحصل يا قولنا؟ وايه القوات دي كلها؟ مالكش دعوه يا سليمان، اتفضل خد عربيتك وامشي من هنا. يلا كارلو، اجهز الظهر، في حاجه هتحصل. هو ناوي على ايه بالظبط؟ مش عارف. صور يا كارلو، صور. الخمستاشر دقيقه فاتوا، يعني المهله انتهت. قدامكم 10 ثواني بالظبط عشان تخلوا الميدان. 9 8 7 6 5 4 3 2 1. واضح انكم ما فهمتوش كلامي، لكن اكيد هتفهموا ده. جتري ام الله الوطن بالامر. 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 ده انت عامل فيها زعيم بقى. انت مين؟ انت اللي مين؟ انت مش من كربستان، مش من الجيش الكربستاني، واضح انك اجنبي. مين بقى اللي سمح لك انك تهدد المواطنين العزل بالسلاح؟ واضح انك مش خايف. لا مش خايف، وصدري مفتوح قدامك اهو. عارف ليه انا مش خايف؟ عشان انت اللي خايف. انا ما خافش عشان ما اقدرش اخاف، لاني لو خفت مش هعرف اعمل شغلي. بعد اذن حضرتك. قبل أن ينفض الاعتصام، وقد أعلن الكولونيل رشدي عبد الحفيظ قائد الجيش أن الاعتصام قد انفض تماما، وأن الهدوء والسكون قد عاد إلى ميدان الثورة. كما أعلن أنه لم تحدث سوى بعض الإصابات الخفيفة أثناء فض الاعتصام، وجاري الآن علاج الجرحى.
كارلو، مين اللي هناك دي؟ خشوا شيلوه. عنه ابو العائلة. بلاش ابو العائلة. حورية، حورية اهدي. موت ابو العائلة، موت اخويا يا فرانك. عايزين ياخدوا مني، عايزين ياخدوا مني ليه؟ اهدي بس اهدي. انتوا مودينه على فين؟ مودينه مع المسرحة. ابو العيله لا اطول يا ابو العيله. دي مجزره بكل المقاييس، دي مجزره. انا عمري ما شفت كده ابدا، عمري. كم واحد ماتوا يا سليمان؟ كتير يا جنرال، كتير قوي. الميدان كان مليان جثث. مع اني اكدت على رشدي، اكدت عليه مفيش ضرب نار، قلت له مفيش عسكري جيش يرفع سلاحه ويضرب واحد من ولادي. اللي ارتكبوا المجزره ديت ما كانوش عساكر من الجيش يا جنرال. ايه؟ مش من الجيش؟ عساكر اجانب، اول مره اشوفهم. يبقى المرتزقه وصلوا. عزيز، شوف لي ادم فين، هاتهولي من تحت الارض. مبروك كوماندر هانز، انت قمت بمهمتك على اكمل وجه. ثانك يو مستر ادم، ثانك يو. ايوه يا جماعه، بس الاصابات بين الطلبه كانت كتير جدا. دي حرب كولونيل ولازم ننتصر فيها باي شكل. ايوه بس الجنرال اكد على جنرال. ايه جنرال؟ ايه يا كولونيل؟ ده راجل معتوه قاعد في القصر بتاعه، مش داريان باللي بيحصل حواليه. ايوه يا سالي. عزيز بي كبير اليوران اتصل كذا مره بيسال على سعادتك، بيقول ان جنرال عايزك تفوت عليه الليله ضروري جدا. طيب لو اتكلم تاني قولي له اني في طريقي للقصر. ودلوقتي ايه المطلوب مني مستر ادم؟ كوماندر هانس، عايزين بعد ما توصل بقيه قواتك نخلص بشكل نهائي بقى من شويه العيال بتوع الجبل الغربي دول. هم دول سبب البلاوي كلها، ولو احتجت اي قوات اضافيه الجيش الكربستاني كله هيكون تحت امرك، مش كده ولا ايه كولونيل رشدي؟ طبعا طبعا، احنا كلنا تحت امر كوماندر هانز. اهم حاجه عندي المعلومات، عايز معلومات مفصله ودقيقه عن حجم القوات، اماكن تواجدها، القيادات، وبالذات الاسلحه. انا سمعت يا كولونيل رشدي انهم استولوا على اسلحه كتير وذخائر من القوات بتاعتك في المعركة الأخرانية. ما هو البركة في سعادتك بقى ترجع لنا الحاجة دي مرة تانية. كوماندر هانز اطمن خالص، كل المعلومات اللي هتحتاجها هتكون عندك قبل ما تتحرك، ده وعد مني أنا شخصيا. أنا مضطر أسكت دلوقتي علشان أروح أشوف الجنرال ده هو آخر عاوز إيه. ألو. إيه يا جلال، ما اتصلتش بيها ليه؟ ايوه احنا لسه داخلين على العربيه اهو. سمعت الاخبار؟ بيقولوا ان الاعتصام اتفك وان الحاله هديت ورجعت لطبيعتها في العربيه. ده اللي بيقولوه. اول ما توصل تخلي حوريه وابو العيله يكلموني عشان اطمن عليهم.
ولازم تقابل الدكتور عصام وتتكلم معاه. ان شاء الله يا عامر، ان شاء الله باذن الله. جلال شايف هنعمل ايه دلوقتي؟ اهدى وخش فيه طريق على اليمين قدامك، خش فيه اهدى خالص. عربيه حوريه وابو العيله واقفه هنا. ايوه ما انا اللي قلت لهم يركنوا هنا، ومن هنا هنخش عربيه انا وانت من غير ما اي حد يحس بينا. يلا ده مفيش جنس مخلوق في الميدان. الله، امال الناس راحت فين؟ ده حتى مفيش ولا عسكري واحد. فكرك حرية وابو العيلة يكونوا راحوا فين؟ مش عارف يا شنتوري، مش عارف، بس لازم ندور عليهم ونلاقيهم، لازم يا شنتوري. ايه يا سالم، انت نايم ولا ايه؟ لا لا ابدا مستر ادم، بس انا قصدي بقالي مده يعني ما سمعتش صوتك. طب قول لي ايه اخبار المقاطعه عندكم، وايه رد فعل الناس على اللي حصل في اربيه هنا؟ والله الدنيا ولعه هنا، والقاده كلهم مسكوا في بعض، وعرفان خد رجالته ومشوا، وسعامر ركب ودلد رجليه ومحدش قادر يقف قصاده. طب اسمعني كويس يا سالم ونفذ اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. تحت أمرك يا مستر آدم. أولا عايز تقرير تفصيلي عن كل اللي حصل بين القيادات من آخر مرة اتكلمت معاك فيها لحد النهاردة. ثانيا عدد الثوار وأماكن تجمعهم والقيادات بتاعتهم. ثالثا وده الأهم يا سالم، السلاح اللي استولوا عليه من الجيش، عايز أعرف هم محتفظين بيه فين وأماكن تخزينه إيه بالظبط. أيوه بس الحاجات دي مش سهلة. كله بحسابه يا سالم. أيوه بس الطلب الأخراني ده صعب قوي. في شغلانتنا دي مفيش حاجة اسمها صعب. وبعدين انت مش قلتلي ان علاقتك اتحسنت بكل الناس اللي عندك؟ اه طبعا اتحسنت وبقت سمنة على العسل مع كل الناس ما عدا سعامر ده. خلاص اتصرف يا سالم، وانا هتصل بيك كمان يومين علشان تجيلي بالمعلومات دي على أربية. سالم عايز معلومات تفصيلية، تفصيلية ودقيقة، فاهم يا سالم؟ فاهم يا مستر. مع السلامة. حورية خدي حباية الدواء دي، من فضلك خديها. شايف انك تحاولي تنامي شوية، انا هبقى موجود في اوضه كارلو، لو احتجت لأي حاجة اتصلي بروم سيرفيس رقم 9، اطلبي كل اللي انت عايزاه. هي نامت؟ اديتها مهدئ عشان تعرف تنام. مسكينة
صعبان عليا قوي. هو ايه اللي حصل؟ اخوها اتقتل النهارده في ميدان الثوره. اخوها؟ مش ده اللي احنا قابلناه في المقاطعه عند عامر؟ كان اول واحد يتقتل. هو اللي انا صورته هو بيتقتل هو ده اخوها؟ كارلو انت حملت الشغل؟ لسه بحمله. طب من فضلك بسرعه، الشغل ده لازم يتبعت لكل المحطات عشان يتذاع باسرع وقت. طيب تحب نعمل له مونتاج؟ من غير ما نعمل له مونتاج، احنا نبعته للمحطات وهي تتصرف. حاضر. فرام حورية، حورية انت رايحة على فين؟ معلش انا اسف، لازم اروح لدكتور عصام. طب استني لبكرة وحنروح له كلنا سوا. لا 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 لازم اروح دلوقتي. وده هتروحي له فين بس؟ انا عارفة طب ثانية واحدة، انا هاجي معاكي. كارلو حمل انت الشريط بسرعة وبعته. حاضر. طب حورية انا جاي معاك. استنى. ايه اللي انت عملته ده يا ادم؟ عملت ايه بالظبط يا جنرال؟ جاب المرتزقه بتوعك يضربوا ولادي بالرصاص؟ يقتلوا شعبي؟ لا ما كناش عملنا كده يا جنرال. ما كانش طلع عليك النهار وانت قاعد على الكرسي اللي هناك ده. قصدك ايه؟ قصدي ان الولاد اللي انت حزين قوي علشانهم هم نفسهم الولاد اللي كانوا بيطالبوا بمحاكمتك واعدامك. وانا مالي؟ انا مالي؟ رشدي هو السبب، السبب في كل اللي حصل ده. لولا تهوره وخططه المجنونه وقططه وفرانه ما كناش وصلنا للي احنا فيه. لو عايزين يعدموا حد يعدموا رشدي، مش يعدموني انا.